يا عيني. يلا يا اخوان نقرا الكلمه. يلا انا عندي صوتين، هو قايل لي لوثة لوذة، انا لازم اختار واحده من عندهم. طيب اقرا الكلمه. ثات لوذات ذات. اذا ايش راح نختار، الاولى لو الثانيه؟ الثانيه. عاش اديتكم. اذا راح نختار الثانيه، ننطيها بلون اخضر على مود تميز هذا جواب. خلينا نحددها لون اسود كليتها. طيب نختار الثانية. إذن الاختيار الصحيح الثانية. طيب هاي الثانية. طيب الثانية أنا أنذر لو أنثر. ها يعني ذي لو ثي. بارك الله بكم. طيب لو أراها باث لو باذ. باث لو باذ يعني الأولى لو الثانية. بارك الله بكم. طيب اللي وراها ثم لو ذم. ث يعني الأولى لو الثانية. عافية عافية. اللي وراها عندنا كلمة ذ. إذن الأولى لو الثانية. بارك الله بكم. يلا اللي وراها ثير لو ذير. عافية. اللي وراها healthy ثيل وذي. عافية. إذن ثي جيد. اللي وراها ثمانية وذر ذي. عافية عافية. اللي وراها thousand لو thousand ثي. والله أرجع أصفق لكم أني أنا أرجع أصفق لكم. أبارك الله بكم. صوت العاشر earth لو earth. ث ث. بارك الله بكم. يلا ننتقل على التمرين الثاني. هاي المحاضرة كلها راح تموت الخاطركم، يعني ما راح اخذ شيء جديد، الخاطر عيونكم بس ترضون عليه. يلا انت كفو احنا نساعدك دكتور. انا عيون لكم. حاضر بس اريدكم تقرون وتتابعون. يلا هسه عندنا ذني صوتين، عندي صوت التش والشي. عندي صوت التش والشي. تش وشي. طيب نقرا الكلمه. هي تشير لو شير؟ تش. اذن الاولى لو الثانيه؟ جيد جدا. نقرا الكلمه الثانيه. ها يلا شنو نختار؟ بيتش. ها تش لو شي؟ احسنتم الاولى. اللي وراها يلا شو شو شو. احسنتم ش. اللي وراها يلا ووتش لو ووش. جيد جدا احسنتم. يلا خمسه شد شد. إذن الشيء يلا اللي وراها ستة. عافية. تيتشر. ها واضح أخوان اللي هنا؟ بارك الله بكم. ها أخوان الوضح التمارين هذه حلوة مرتبة، يعني كلش حلوة، بحيث أنت حتى من تحل يعني يصير لك واحد. يلا طيب ما يحتاج خلاص، خلينا نروح على التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول اختار للجي لو جي. جي لو الجي يعني لو جي لو جي. الاولى الاول يا صوت جي، والثاني شنو جي؟ اذا الثاني جي. لا ننسى الثاني حرف الجيم بالعربي جيم. شلون حرف الجيم بالعربي؟ يلا هاي حتى ما تنسون راح اكتب لكم جيم بالعربي. يلا طيب وهذا هم اكتب لكم شيء على مود هم ما تنسونها. وهاي وهذا ذا وهذه عندنا الث. كتبت ته. طيب يلا اذا خلينا نشوف. هذا عندنا الجي الجي لو الجي الجي جي جي ابو جاسم. جي لو جي جي لو جي
ج لو ج، الأول ج والثاني ج. طيب نجي على كلمة واحد يوجولي لو يوجولي ج ج. إذن الأول صوت الأول لو الثاني اللي هو شنو؟ عافية. يلا الصوت الثاني عندي كلمة، يلا من يقراها بعد؟ جينز. إذن ج لو ج. بارك الله بكم. ننتقل على الكلمة اللي بعدها، عندي فيجن لو فيجن، ج لو ج، ج لو ج. جيد جدا. يلا اللي وراها رقم أربعة، عندي مي ج لو ج. جيد جدا، عافية. الأول طيب، جيد جدا، أحسنتم، بارك الله بكم. خمسة جيرماني، جيرمن، إذن صوت الج. اللي وراء دينجر، دينجر، إذن صوت الج، إذن صوت الج. عندي سبعة كونفيوجن لو كونفيوجن، إذن الأول. ثمانية انجوي لو انجوي، جيه مو صحيح؟ لا غلط، غلط. انجوي لو انجوي، عافية، مضبوط. عافية عافية. طيب لا أنا دا أشوفكم. يلا والله عافية، والله ونعم. يلا أوب جيلو جي. يلا عندي كاز، كاجوال أو كاجوال، جي. إذن الأولى أو الثانية؟ ما شاء الله عليكم، هاي تفول بالرسم الصوتي عمي، أنت أقوي يا براحة. بطلت مال التمرين اللي بعده، شنو عندي؟ عندي الجي لو الشي. يلا الأولى ها جيلو جيلو شي، بدأت تصعب المادة، ها بدأت تمارين تصعب. يلا نقرأ الكلمة، هي يوجوال لو يوشوال، إذن الأولى لو الثانية جي. طيب نجي على أكشن، هي أكشن لو أكشن. رقم ثلاثة عندي، يلا من يقرأ لي اياها؟ illusion لو illusion، illusion، إذن صوت الجي الأول. يلا رقم أربعة شنية؟ الأولى لو الثانية؟ ما شاء الله عليكم. يلا خمسة، يلا قرأوا الكلمة، هاي patient لو patient، إذن الثانية. عدنا يلا ها ج ج لو ج، الأولى لو الثانية؟ عافية عافية. يلا ثمانية السيشيال لو سيجيال، الأولى لو الثانية؟ سامعين هاي؟ قل له البيض لو السود، قال لا البيض. دا حس حالي، دا حس حالي نفس الموضوع. يلا